من جريدة الوفد، الكهرباء لمبة واحدة توفر 1000 ميجاوات. طلبت وزارة الكهرباء المواطنين بتخفيف الأحمال في ساعات الذروة للحد من قطاع التيار الكهربائي، خاصة في فترة الذروة من الساعة 6 إلى 11 مساء. وقال مسؤول بالوزارة للوفد أن إطفاء لمبة واحدة في منازل 30 مليون مشترك في مصر يوفر 1000 ميجاوات ويساهم في تقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي. للتعليق وتوضيح هذا الخبر معنا هاتفيا الدكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك وبالمشاهدين الكرام. اهلا بك يا فندم. دكتور، عايزين يعني بما ان تيار الكهرباء عاود للانقطاع لفترات طويله في انحاء الجمهوريه هذه الفتره، عايزين نعرف ايه هي استعدادات الوزاره لمواجهه هذه المشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. لك عايز اقول في البدايه ان احنا الايام اللي فاتت الحمد لله يعني كان في لحد كبير استقرار في التغذيه الكهربيه، كان في بعض الايام ما فيهاش اي تخفيف على الاطلاق او في اضيق الحدود. النهارده مع ارتفاع درجه الحراره، ويمكن هيئه الارصاد الجويه اعلنت امبارح انه درجه الحراره في الظل كانت 40 وفي الشمس كانت بتوصل ل 50 درجه. صحيح. هذا الامر ترتب عليه زياده الاستهلاكات، زياده عدد اجهزه التكييف، الطلب على الطاقه بيتضاعف بشكل يعني مفاجئ. تمام. وبالتالي بتضطر الحقيقه الوزاره وفي حدود الوقود المتاح لها انها تعمل عمليه تخفيف عشان ما تتعرضش الجمهوريه كلها للانقطاعات. تمام. هنا بنقول ان احنا سؤال حضرتك الاستعدادات، بنقول ان احنا ان شاء الله في غضون شهر ونص من الان هيتم اضافه قدرات حوالي 2400 ميجا وات الى الشبكه من 3 محطات. شغالين في حته انه عندنا التوسع في، حضرتك عارفه ان وزاره الكهرباء والطاقه النهارده اسمها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. عملنا لوحات شمسية أو خلايا فوتوفولتية على مبنى الوزارة، عملنا ركبنا لمبات الليد الموفرة للطاقة في المكاتب. تمام. الأعمدة نفسها عملناها بخلايا شمسية، ده بيطبق على بقية المباني التابعة للوزارة. هناك أيضا بعض الوزارات والمحافظات تحذو هذا الحظ، لكن خليني أرجع تاني وأقول إنه زي ما تفضلت في المقدمة إنه عندي 30 مليون مشترك، عندي نسبة الاستهلاك المنزلي وصلت إلى 43% من إجمالي المنتج من الكهرباء، وبالتالي من خلال برنامج حضرتك بنقول لأهلنا في محافظات مصر إن إحنا نقدر إن إحنا مش بس 1000 ميجا، ده 1500 ميجا وأكثر، كأننا عملنا محطة أو وفرنا قدرات محطة بالفعل. وقت الذروة عندي هي دي المشكلة الحقيقية، اللي هي من 6 ل 11 مساء يعني يا فندم. هي هو ده مظبوط. تمام. فإحنا بس اسمحي لي بعض الرسائل القصيره، فعلا اقدر اقول انه لو بس اجهزه التكييف، ما بقولش للناس يطفوها، لا، اللي عنده تكييفين يكتفي بواحد، اللي عنده واحد وظبطه على درجه 18 درجه يا ريت تخليها 25 درجه تفرق معايا كتير جدا. تمام. اللي عنده سخان كهرباء يخليه على 60 مش على 80، اللي عنده او لو قدر يغير السخان بسخان شمسي او سخان غاز، اللي عنده نجف، حتى النجف ده في النهارده له لمبات موفره 5 واط صغيره كده، فممكن جدا مع الاجمالي انا النهارده عندي حضرتك اكثر من 8 مليون جهاز تكييف، عندي اكثر من 12 مليون غلايه شاي بتاعه الميه بتاعه الشاي. استخدام الغلايه نفسه بدل اللي عايز اعمل كوبايه واحده احط ميه على قدر الكوبايه ما املهاش كلها، يعني املاها كلها واقعد تغلي وبعدين احط منها كوبايه واحده، ده في حد ذاته اسراف في استهلاك الكهرباء. كمان بقول لربات البيوت في هذا التوقيت وقت الذروه يا ريت ناجل، بس بقول ناجل استخدام الغساله، نعمل ترحيل بس لوقت الاستخدام، ما نهاجمش كلنا على الشبكه في وقت واحد، وبالتالي بقول ساعتها لا، ده احنا هنوفر اكثر من 1500 ميجا وات. تمام. شكرا لك، شكرا جزيلا على هذه الارشادات والتوضيحات دكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء. مره ثانيه بصبح على حضرتك.